حياكم. الصورة هذه للجيش السعودي في فلسطين عام 1948، وهي أول حرب يقاتل فيها الجيش السعودي خارج أراضيه للدفاع عن القدس. عام 1948 احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وهب العرب لنجدة الفلسطينيين وتحرير الأرض. قرر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بتكليف ابنه الملك فيصل بتشكيل لجان شعبية في السعودية لحشد المتطوعين وضمهم لكتائب الجيش السعودي للقتال في فلسطين. اجتمعت هذه القوات في الطائف، تطوع السعوديين في مختلف القبائل والمناطق للقتال مع العرب في قضية فلسطين. رغم حداثة دولتهم اللي توها متأسسة، أعلن الملك عبد العزيز فتح باب التبرع أيضا بالمال. تبرع الشعب السعودي ب5 ملايين ريال سعودي. السعوديين في ذاك الوقت كانوا فقراء، والنفط توه مكتشف وما كانت أسعاره عالية. تدافع السعوديين للتبرع بالمال رغم حاجتهم له في هذه الصحراء. تبرعوا بقوتهم وبأجسادهم للقتال في فلسطين. صدر البلاغ الرسمي الذي لا ينسى في صحيفة أم القرى، وكان نصه: تضامناً مع الدول العربية، فقد تحرك الجيش السعودي من مراكزه إلى الأماكن التي قررت له في ميادين الجهاد، وقد بدأت حركة الجيش جواً وبراً. تحركت القوات من الطائف متجهة لجدة، وفي شوارع الطائف كان الناس صفين طوابير عشان يودعونهم. وفي جدة تكرر المنظر أمام هذه القوات اللي رايحة تقاتل من أجل الشرف العربي في مشهد مهيب وعظيم. كان خط سير القوات السعودية إلى مصر وجزء آخر من المتطوعين على الجبهة الأردنية والسورية. هذا الرجل هو مطلق الشمري، وهذا إبراهيم العتيبي، من ضمن من قاتلوا من السعوديين في الجبهة الأردنية والسورية. اجتمعوا بالمسؤول السعودي على حدود القدس الذي أدخلهم على القوات العربية هناك. عام 48 وطلعنا من عند ربد رام الله، ويوم جينا بظهر القدس من شمال، وتنزل القاعدة ويفرزون السرايا. حنا يا أهل المدافع لنا الرحالات السيارات والبيت المشتبه والقصر اللي يثور منه نار، هذه شغلتنا. أكثر ما ألمني في صدري وقلبي وروحي خوي اللي سمعت ذبحوا اليهود، هو اللي أرسل عليه قنبلة طال عمرك وحرقته، سمعت أنا واقف اللي أرسل عليها الحمد لله نصلنا عليه وذبح. هذا يعني اللي أكثر ما ألمني في معركتنا كلها.